احس الميك اب كل ما صار خفيف كل ما يعطي الوحده جمال اكثر. انا ضد الميك اب الوايد، احب اللمسات الخفيفه اللي تجمل الوحده. مزبوط، وهي الصبيه احيانا اذا زادت الميك اب وخاصه النهاري فهي بتعطي لوجهها بشعه اكثر ما بالحقيقه يعني بالضبط. فالميك اب لازم يكون بالنهار خفيف كثير وبالليل يكون لماع مثلا او في جليتر كثير مو مشكله للسهره، يصير في لمسات ليليه. معكم بشاير الشيباني ليدي رين، اليوم احنا في انسايد بوتيكات مع رولا من ذا بالم، راح نتعرف عن براند ذا بالم. كلمينا اليوم رولا، نبي نعرف شلون بلش ذا بالم. ذا بالم هو منتج امريكي من سان فرانسيسكو، في صبيه بال 2004 اسمها ماريسا شيبمان بتعشق المكياج وعندها فضول غريب للتجميل، ففكرت انه هي بدها بعض المنتجات لحتى تخليها تزيد جمالها وتعطيها الحيوية طوال الوقت، فدخلت على أمازون واشترت تقريباً 11 كتاب بتصنيع الميك اب وبلشت تجربه ببيتها بمطبخ بيتها. أي ميك اب تعمله هي خلال النهار أو تشوف رفقاتها أو تطلع مشوار هي وصديقاتها أو جيرانها يشوفوا الميك اب يحبوه كتير، صاروا يوصوها وهي تشتغل وترجع تبيعون. يعني هي في البيت صنعت الميك اب بالمطبخ. واو. صنعت على أساس الكتب اللي اشترتهم. أوكي. من كتر ما زاد عليها الطلب وحبوا رفقاتها كتير هالفكرة والميك اب اللي عم تعمله قديه حلو وناعم، فقررت أنه هي توظف كيميائي وتعمل توسع يعني شغلة أكثر، وعملت موقع على النت وصارت تتحدث كل الألوان مع هالأخصائي الكيميائي اللي جابته وشغلته معها، وصارت تنتج أفضل الألوان الثابتة والروائح المنيحة، ومن وقتها ولد البراند اللي هو ذا بالم. وايد حلو، دائما البراندات كذا يكون وراءها قصة مشوقة. طيب اليوم احنا انا طبعا ما بدي انسى اقول انه هو صنع امريكي. أي. وعام 2004 يعني هو انتاجه بلش بال 2004 على ذا بالم. ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن افضل منتجات ذا بالم. تبي اقول لك انا بالنسبه لي شنو؟ انا اكثر شيء احبه هذا الفرات بوي، هذا دائما اقول حق متابعيني يخلي ويهكم فنتج كانه وي قديم. مظبوط، لانه هو بلاشر كثير ناعم وحلو كثير للصبايا، بيعطي لون وردي كثير حلو وطبيعي. بالضبط، اي وايد، ويعني يعطيك الجلوي على كانه وجهك فريش، وبيزبط على اي لون فونديشن. بالضبط، وعلى اي لون حمرة. وايد احبه على هذا عندي البست، وطبعا هم اللي هو بالنسبه للسكسي ماما هو مصحح الفونديشن. يعني نحن بننصح اي ست انه يكون معها بخلال اليوم بشنطتها، يعني هو بيخلي بيروح اللمعه من على الفونديشن، ومجرد هي بسبونج او بالبرش تبعت بالم بس انه تبرره مره واحده فهو بيصحح كل الخطوط اللي يعني مع الوقت تشكلت من الفونديشن. شوفي ممكن اللي يشوفها كذي يقول لا انه هو ابيض وممكن يخرب لي الفونديشن. لا هو بدون لون، هو ترانسبيران يعني بالضبط. بس تحطه بس بيدمج الفونديشن وبيروح الخطوط. يعني هو هذا ضروري في جنبك كل وحده. هذه يعني نصيحه من بشاير ومن ذا بالم. من الاشياء اللي احبها بعد رولا عندك هذيل اللي هو الست حق الحمر الصغيره. تدري ليش احبها؟ لان الحجم صغير، فدايما بسفراتي ما اضطر اني اخذ معاي الحمر الكبيره، فاخذ معاي هم ثلاث ستات صح؟ ايه اخذ معاي تخيلي ثلاثه كلهم وما ياخذون يعني ما ياخذون مكان بالسفر، فحيل احبهم. كلمينا عنهم. بالنسبه لبالم اجمالا كل البرودكت اللي موجود بذا بالم كثير سهل للسفر ومناسب جدا. هذا الشيء الحلو بالبراند، كثير حلو، وبنفس الوقت صناعه الباكجينج تبعيته مقاوم للصدمات، يعني إذا وقع ما بينكسر. وبنفس الوقت البليتات، مجموعة من البليتات شاملة كاملة متعددة المهام، يعني ممكن تستخدميها شادو بلاشر حمر كلياتهم موجودين بنفس الباليت حتى للون للحواجب. أنا اليوم حاطة تشارمينج من أحلى الألوان والبست سيلر، وحلوة شنو تستخدمونها مع ميك اب ثقيل ومع ميك اب خفيف. يعني تخيلي أنا أحطها مع ميك اب ثقيل بالعين حلوة، وأحطها مع ميك اب خفيف الصبح هم حلوة، تعطي لون حلو وثابت وما تنشف الشفايف. صحيح، وايد حلوة. رولا ما أعتقد في بنية ما عندها الباليت هذا، يعني هذا اشهر باليت عندكم. الالوان كلمينا عن الالوان. بالنسبه للنيت مات نود هن عباره عن الوان كثير ناعمه
ثابتة ما بتتنثر أبدا وترابية الألوان اللي نحتاجها إحنا صحيح دي. يومية ممكن للبنات اللي عندهم دوام كتير بحبوها الصباح وبنفس الوقت هي مواد ما بتسبب أي حساسية. برجع بقولها مرة تانية لأنه كتير مهم الآي شادو يكون آمن لمنطقة العين وما يسبب أي تجاعيد مبكرة أو أنه حساسية معينة. أهم شيء نبتعد. الميت مات هو عبارة عن شادو ممكن نستخدمه بشكل جاف مثل ما هو أو ممكن نحطه على البرش شوية مي مشان يثبت اللون ويظهر بشكل أفضل. طيب ليش نزلوا اثنين؟ هلا هو هيدا بالنسبة للميت مات نود هو أول باليت نزلت للشادو المات. أوكي. بعدين إجا التريموني بعدين إجا آخر شيء الأدور. شو الفرق بينهم؟ الفرق بيناتهم الألوان. أوكي. بس إنه الألوان كانت شوي ترابية بعدين دخلت الألوان الفاتحة شوي مثل الوردي مثل البوردو هيدا من أهم ممكن الألوان يستخدم يعني ممكن تشتري الباليت مشان هيدا اللون لأنه صح. مو موجود ولا بأي براند تاني. أي صح هذا الألوان أيوة كتير حلو. وعندنا بالنسبة لهذا الأدور كمان كتير حلو اللي فيه اللون هيدول الألوان الغامقة هي اللون الأزرق كتير حلو مع الدمج مع الأصفر والبينك فكتير الصبايا كتير عم بيحبوهن وقت يدمجوهن مع بعضهم. وبرجع بقول في بعض الألوان مو موجودة أبداً مثل هيدا الكركمي شوي مو موجود ولا بأي باليت تانية من أي براند فالست عم تشتري الباليت كامل مشان هيدول الألوان. وشغلة تانية بقولها عن كل الباليتات اللي موجودة ببال إنه بتدوم كتير يعني ما بيخلص معها بالسنة صح صح ما ممكن يخلص حتى لو كان استخدامها يومي كتير وكثيف كتير ما بيخلص صح كتير بيضلوا مدة كتير طويلة. طيب مدام إحنا جبنا طاري الآي شادوز خلينا نتكلم عن الشمر شنو عندهم هم لاين أشياء فيها لمعة حق العيون. هلا بالنسبة للنود كمان عنا لهيدا البلد هو كمان من البلدات اللي بلشوا بالأول فيها قسم جليتر شوي وقسم مات يعني بتقدر الصبية بس يكون عندها هيدا يكون خلص شامل عندها بتقدر تستخدمه بالنهار وبالليل صح. وطبعا كمان نرجع منقول كل البلدات تبعوت ذبان ممكن تستخدم جافة وممكن نثبتها أكثر مع وجود شوية ماء. هيدا كمان البلت هيدا هو بلت جديد كمان نزلت فيه ألوان البيتش كتير حلوين وألوان البراون الترابية مع شوية الوردي وفيهم جليتر وفيهم ماء. اللي يشوف كذي البلت يقول هذا يمكن حطتين ويخلص لا بس ما, يخلص ما يخلص أبداً لا ما يخلص أبداً. وفي عنا كمان إضاءة جديدة اللي هي البونيلو اللي منها باودر مثل الميريلو بس على لون أغمق برونزي أكثر بتستخدم كبلاشر وبرونزاج وبنفس الوقت إضاءة أو شادو. وفي منها اللي نحن اقترحنا أنهم يعملوا لنا إياها ونضيفها على عائلة بال اللي هي الإضاءة السائلة فهي كتير حلوة. هذه أول مرة في دبال صح؟ هي أول مرة في دبال ما بتنزل الإضاءة السائلة وصلت هلأ على الكويت البونيلو السائلة كتير حلوة نفس اللون بس على شكل الكويت يعني حلو إنك تحطينها لكويت وبعدها تحطين فوق الباودر كمان ممكن أو بنحط بس هي يعني للثبات أكثر إذا كان بالليل أو إذا كان كتير غامق الفونديشن حابين نظهر اللمعة على شكل برونز حلو. في شغلات جديدة الحين نازلة في دبان في طبعاً عندنا آيتمز كتير نازلة بال 2018 ومن أهمها مثل ما كنا حاكين بالأول عن حمر بالم إنه بتتميز هي بطعمة النعناع بتخلي الشفاه ممتلئة وما بتسبب أي جفاف مشان هيك رجعوا عملوا لنا مرة تانية آيتم جديد بس جلوز منه جلوز لما فيه شوية جليتر وكمان جلوس تاني بلون دايركت يعني ما في ممكن انه استخدمه لوحده على الشفاه او فوق لون تاني يعني في ثلاث شغلات جديدة. والشي الثالث كمان هو البالم جور اللي هو عبارة عن مورد او حمرة كريمية ثابتة لونج لاستينج يعني ما بيروح 24 اورز للشفاه وللخدود ممكن يستخدم نهاري. جربها الست اللي ما بتحب تحط الميك اب بس بتحطه على الشفاه
وعلى الخدود، وهو هي كريمية يعني مو مات ولا حمرة. ايوه حمرة كريمية. حلوة. هو عبارة عن مورد يعني، ممكن تستخدم للشفايف وممكن تستخدم للخدود. للخدود. وشنو في بعد شيء جديد في عنا؟ الميت ماتش ميكر اللي هو باليت جديد من الشادو، نفس مميزات الشادو المات والجليتر مع بعضهم. هو عبارة عن نفس اللون، نصه يكون مات ونص جليتر. الألوان فظيعة، ألوانه كتير غريبة. الحين هذا نزل ولا بعده؟ هيدا قريبا جدا بالكويت، هذا راح يكون باليت 2018. خطير خطير. الألوان شنو رولا؟ عجيب. ألوانه كثير غريبة وجديدة، وممكن خلص تستغنى الصبية عن أي شيء. هيدا الزيتي مع الأسود خلص هو تستخدمه. كثير حلو بيلبق كثير لتيابك. شكرا رولا على وجودك اليوم معنا في بوتيكات. احنا صراحة استمتعنا بالحلقة، أتمنى أن المشاهدين تعرفوا أكثر على ماركة ذا بالم، وأتمنى أن نكون احنا شوي خفيفين عليهم إن شاء الله. شكرا بشاير، شكرا بوتيكات. الشيء اللي ودي أقوله للبنات، عشان الميك اب يطلع حلو لازم البشرة تكون حلوة. شلون احنا نهتم بالبشرة؟ أول شيء ما ننام بالميك اب، أنا مستحيل أنام بالميك اب لو شنو كنت رادة تعبانة. وثاني شيء أحيانا أستغني عن الفاونديشن وأستخدم بيبي كريم، أستخدم كريم مرطب حق الطلعات الصباحية اللي تحسون ما له داعي ممكن نستخدم فاونديشن. الفاونديشن نخليه للمناسبات، لأنه ممكن يسكر لنا المسامات البشرة، ممكن إنه يأذي البشرة كثرة استخدام الفاونديشن. اهتمي ببشرتك عشان الميك اب يطلع حلو.